مساء الخير، بس مش هاخد من وقتكم غير 5 دقايق بالظبط. احنا برنامج الشارع، فكان في شويه اسئله. لو حابين انتوا تشاركوا معانا، لو كسبتوا معانا تاخد 60,000 جنيه او ساعه. طب حلو جدا. استني بس، قلت له بقى في رسوم واشتراك والكلام ده ولا؟ لا لا لا، ولا اي رسوم ولا اي حاجه. هو سؤال سهل وبسيط، 3 اسئله. جاوبت ال3 اسئله تمام. تمام، موافقين طالما ما فيش اي حاجه؟ تمام موافقين. اكيد. دور كاميرا. شرب اسم حضرتك؟ احمد اسامه. اهلا وسهلا. روعه. طيب انا كنت بس عايزه اسالك سؤال. اول سؤال، انت اخر مره شفت فيها باباك كان امتى؟ بصراحه مش فاكر، هو تقريبا كده على العيد في المواسم يعني. يعني اخر مره في المواسم، يعني ده فتره كبيره قوي يعني. هو ده السؤال يعني؟ بصراحه هو ده السؤال. طب برضه نسالك نفس السؤال، اخر مره شفتي باباك فيها امتى؟ لسه حالا دلوقتي خارجين من عنده اصلا. طب بجد يعني ما شاء الله، يعني انت مهتمه جدا بباباكي. اكيد طبعا. طب انت كسبتي معانا 60,000 جنيه؟ اول 20 يعني. تمام. اوكي. لما هي كسبت؟ طبعا. معلش، ما هو السؤال ان لازم تكون اقرب وقت شفت فيه باباك هي الاقرب متهيألي. تمام. السؤال الثاني. طب السؤال الثاني، يعني ايه اكتر حاجه عملتها لباباك السنه دي؟ مفاجاه، عملت له حاجه حلوه فرح بيها؟ لا انا مش بركز في الحاجات دي، ففعلا مش فاكر. ولو كنت جبت له حاجه كان عايزها او عملت له مفاجاه، فده برضو من فتره طويله. طيب انت نفس السؤال، ايه الحاجه اللي ممكن تكوني عملتيها لباباكي او جبتها له الفتره القريبه دي؟ الحقيقه ان هو كان لسه كان طالب مننا تليفون، ولسه احنا دلوقتي حالا كنا برضه لسه حالا. ما شاء الله انت جايه محظوظه خالص. طب تاني 20,000 جنيه من 60,000؟ تمام. عايزينك بقى تكسب الجوله الجايه ان شاء الله. طيب السؤال الثالث، لو قارنوك ما بين باباك ومراتك، هتختار باباك ولا مراتك؟ المدام طبعا، وكده كده دي مش محتاجه كلام. طلع بيحب جدا اكتر من باباه كمان. طيب لو قارنوكي ما بين جوزك وباباكي، اكيد طبعا هتختاري جوزك طبعا. هو الحقيقه اجابتي هتكون مختلفه شويه، لان هو الزوج بيتعوض لكن الاب ما اقدرش ان يعوضه. انت عايزه تقولي ان الزوج بيتعوض، ان انت قدرتي تتجوزي تاني عادي؟ اكيد، لكن الاب عمره ما يتعوض. هو انا معاكي جدا ان الاب عمره ما يتعوض، بس برضو لان ما بينك عشره اكيد انا بحبه جدا على فكره، واحنا واخدين بعض عن قصه حب كبيره جدا، بس هو استحاله ان انا افرط والدي نهائي. طب كسبتي معانا بصراحه، يعني هي كل اجاباتها مثاليه جدا، اختارت باباها يعني. بس انت ممكن تغير رايك بقى بسبب اجابتها مثلا، انك ممكن تراجع اختيارك. طب ممكن تكملي، هو في اسئله تانية ولا حاجه؟ لا، هو ده اخر سؤال. بس ممكن تقولي استفدت ايه من الاسئله او استفدت ايه من المقابله دي؟ تعرفي الجائزه كان بالنسبه لي ايه؟ ما كانش فلوس ولا ساعه. الجائزه ان انتوا فوقتوني، ان فعلا ان انا مقصر مع والدي في حاجات كتير قوي، لا بشوفه ولا بعمل له مفاجآت، وفي حاجات كتير قوي كان نفسه فيها ما قدرتش احقق له حاجه واحده منهم، وكنت غلطان فعلا يوم اخترت الهانم وفضلتها عن والدي. وتعرفي بقى سبب التأثير اللي مع والدي ده كان مين؟ ما تقولش. هي الهانم كان مهتمية بوالدها جدا، وكل يوم والتاني احنا هنروح له، لا لازم، كان نفسه في كذا نشتريه واحنا رايحين. طب يا روعة يلا نروح لبابا. طب يا احمد خليها بكرة عشان تعبانة، يا احمد خليها بكره عشان بقى دي مصلحه. ايوه ما انكرش ان انا عملت ده، بس انا عمري ما منعتك على فكره. كلكم عبيين خالص يا جماعه. لا بس ما جيتيش في مره وشجعتيني وقلت لي يا احمد تعال روح نبص على والدك زي ما بتقولي، تعال روح نبص على ابوكي. يعني بصراحه المفروض يعني كان يحصل حاجه زي كده، ليه ما عملتيش في مره كده؟ على فكره هو الاكيد يعني الواحد لو عايز يعمل حاجه هيعملها، وانت لو كنت عايز تروح له حتى لو لوحدك كنت هتروح له. عندك حق، انا اللي كنت غلطان فعلا، كنت غلطان يوم ما كنت بمشي وراكي. هات الفلوس دي كده. ايه هات الفلوس. ايه يا احمد اتفضلي، الفلوس دي مش من حقنا، اديها للي يستاهل. اتفضلي اتفضلي يا هانم، امشي بعد اذنك. اتفضلي. ايه هتكملي البرنامج ولا هتعملي ايه؟ اعزائي المشاهدين، واحنا زي ما احنا مكملين ان شاء الله نشوف 2 قابل تانيين يكسبوا معانا 60,000 جنيه او ساعه. انتظرونا.